السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات السنوات التحضيرية العلوم الصحية في جامعة الملك خالد تحية طيبة وبعد النهاردة هنتكلم على مقرر 105 حين أو زولوجي فور بري ميديكال الحقيقة احنا استندنا في الكتاب على الهيومن بيولوجي أو الكتاب اسمه هيومن بيولوجي تيكست لسيلفيا مادر خدنا منه ديفرنت تشابترز نمبر 1 which is the biochemistry او الكيمستري of life كيمياء الحياة في البداية خالص أحبك أنك تعرف what the organization of the human body يعني كيفية تكوين جسم الإنسان عبارة عن أي جسم الإنسان الأتمs uh, of elements form molecules and a compound all of these form organelles and all of these are surrounded uh, by a delicate plasma membrane, حي رقيق يحيط بفراغ الفراغ ده هنسميه سيل خلية يبقى الوحدة الأساسية في الجسم اللي هي الخلية uh, if you have similar cells عندك مجموعة من الخلايا بسموها similar cells يعني خلايا متمثلة متمثلة في ايه؟ في size and shape and only do وان فانكشن لو ادي لك واحد ايه تؤدي وظيفه واحده في الحاله دي لو عندك سيميلر سيلز جروب اوف سيميلر سيلز هيتديك نسيج اللي هو التشو اف يو هاف ديفرنت كايند اوف تيشو نوت نيسيسارلي تو بي ذا سيم تيشو ليس بالضروره ان هي تبقى نسيج واحد هيتديك الاورجان طيب الاورجانس المختلفه ديفرنت اورجانس فورم سيستم تديك جهاز طيب عندك جهاز واحد بس ولا عندك أكثر من جهاز في جسمك different kind of systems to form the human body so the human body is a group of systems and system is different types of organs and the organs عبارة عن tissues وال tissues عبارة عن similar cells في البداية نتكلم على الماكرو مولكيولز اللي هي الجزيئات الكبيرة او المولكيولز of life and sometimes called

الانسان او الكائن الحي. الاورجانيك organic molecules now this always contain الكربون and الهيدروجين يبقى طالما في كربون تعرف على طول ان ده organic molecules. يبقى organic molecules جزيئات عضويه contain الكربون and الهيدروجين. The molecules of life جزيئات الحياه عباره عن ايه؟ organic molecules or organic molecules, the molecules of life are organic molecules. Here goes at uh, like organic molecules are molecules of life. It's okay, true. And the molecules of life are organic molecules. This organic molecules now it may be short, like this hydrocarbon, short chain, or maybe a long chain of hydrocarbons. Is a chain of carbon and hydrogen, or it may be. hydrophobic <هيدروفوبك> يعني water fearing يعني كرهة للماء can't interact with water escape from the water to inside the molecules or hydrophilic والhydrophilic في الحالة دي بيسموها uh, water-loving can interact with water can face outside and inside to the watery solution يعني ممكن تواجه البيئات المائية سواء كانت داخل الخلية في الستيبلازم or outside the cell في التشوه flowed امتى تفرق بينهم؟ If you have a molecule without a charge لو عندك بدون شحنات تعرف ان ده هيدروفوبيك لكن it, if it can be ionized لو ممكن يقدر يتأين في الحالة دي has a charge and this is called hydrophilic يعني water loving ونتقابل ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته